بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد عبد الهادي اخصائي الطحال. كنا عملنا قبل كده حلقه او فيديو عن نصيحه قبل ان تصبح اخصائي التخاطب. بعد كده هنعمل دلوقتي هنعمل نصايح عامه لاخصائيين التخاطب، والنصايح دي بناء على خبره ليا من 2002. تمام، النصايح دي هنقسمها لجزئين، كل جزء هيقعد حوالي ربع ساعه. فان شاء الله نبتدي بالجزء الاول. هنقول ايه؟ اول حاجه لما تيجي تتعلم التخاطب في مصر عندك طريقتين او عندك دورتين ممكن ان انت تاخدهم، او افضل دورتين يعني. اول حاجه الدوره بتاعه دوره التخاطب عين شمس، وتاني حاجه الدوره بتاعه السمع والكلام. تمام، دولت افضل دورتين يعني، هم ممكن الشهادات ما تكونش قويه شويه لكن دولت افضل دورتين. الدورات الثانيه بقى كلها يعني تيك اواي كده، الدوره مش عارف 300 ساعه ودوره ايه ودوره ايه وما اعرفش هتاخد ايه وختم ايه يعني. المهم ديت هنحط لها نعمل لها حلقه. بس انت عندك عشان تتعلم تخاطب كويس تتدرب تخاطب كويس عندك سكتين زي ما قلنا، دورة تخاطب عين شمس ودورة معهد السمع والكلام. اللي يعلمك بقى اكتر من الاثنين دولت او الفايدة انت عشان يبقى عندك خبرة في التخاطب، ده بيتم يعني بنسبة 80% من التدريب العملي، من الخبرة العملية بتاعتك اللي بتاخدها على مدار السنين. دي اكتر معلم ليك في مهنة التخاطب. عامة في نفسك باي مهنة عامة الخبرة العملية اهم بكتير جدا 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 من الشهادات ومن الخبرات النظرية ومن الدورات كمان. تمام، ديت اول حاجة لو انت عايز تتعلم تخاطب. تاني حاجة بنقول بقى ايه، ما تبصش للتخاطب وانت داخل مهنة التخاطب، وانت عايز تبقى اخصائي تخاطب او حضرتك عايزة تبقى اخصائي التخاطب، ما تبصش للموضوع للفلوس خالص. التخاطب مش مهنة اللي تخليك غني، التخاطب يعني ممكن يعيشك ايه مستور، يعيشك مش وحش. تمام، لكن اللي يقعد يقول لك بقى والله انت بتاخد كذا وفي الجلسه كذا والحالات كذا وبتسافر بتجيب كذا، كل ده كلام ليس له اساس من الصحه. فانت ما تبصش للتخاطب ان هو مهنه داخل تجيب منها فلوس، انت بص مهنه دي مهنه انسانيه بتاخدها او بتتمارسها او بتمارسها علشان تفيد طفل، تفيد شخص، شخص بيتكلمش مثلا بتخليه يتكلم، شخص عنده اي نوع من انواع الاعاقه بتاهله بتدربه بتحسنه بتطوره بتخليه ان هو يقدر يتفاعل يقدر يتواصل يقدر يتكلم مع الناس، شخص عنده اي مشاكل في الكلام في اللغه في الاصوات فانت بتساعده، لان التخاطب يعتبر ايه مهنه زي ما قلنا مهنه انسانيه. لكن كفلوس يعني المردود ليها مش كبير قوي، او يعني يعتبر دلوقتي مش كبير خالص يعني. تمام، فانت ما تبصش للتخاطب ان انت مهنه داخل تجيب منها فلوس وتجري، مفيش الكلام ده، لا هيجي لك فلوس ولا هيجي لك اي حاجه. طول ما انت واخدها ان هي مهنه فلوس مش هيجي لك منها فلوس. ديت تاني حاجه. تالت حاجه، ما تعتمدش على التخاطب بس كمصدر للدخل، لان التخاطب مثلا ممكن يبقى يوم فوق ويوم تحت، ودي اي مهنه عامه يعني. فانت عشان تبقى برضو مأمن مصدر دخل ليك ما تعتمدش على التخاطب بس، ممكن يفضل يعني تتعلم مهنة كمان جنبيها ايا كانت المهنة دي بقى، مثلا حاجة في البرمجة، حاجة في الكمبيوتر، حاجة في، ما تقوليش تخاطب وتنمية مهارات، لا ده 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 تقريبا نفس المجال او قريبين من بعض. خلي عندك حرفة تانية او مهنة تانية او هواية تانية تقدر ان انت تبقى بجنب التخاطب، بجانب التخاطب تقدر ان هي تجيب لك دخل. لكن تعتمد على التخاطب بس دوت لا، دي تعتبر مخاطره عاليه جدا، لان هو ممكن يبقى زي ما قلنا يوم فوق ويوم تحت. تمام، دي ثالث حاجه ممكن ننصح بيها الناس. رابع حاجه، عشان تبقى برضو اخصائي تخاطب كويس لازم ما تركزش بس انك تتعلم تخاطب بس، لازم تتعلم برضو تفهم في تنميه المهارات وتفهم في تعديل السلوك، بالذات تعديل السلوك، لان انت الطفل اللي قاعد معاك دوت محتاج تعديل سلوك ايا كان الطفل دوت، وده دورك، انت مش هتجيب حد يقعد لك الطفل والا ما تبقاش اخصائي تخاطب كويس. فلازم يبقى عندك خبره كويسه جدا في تنميه المهارات وخبره كويسه جدا في تعديل السلوك، بجانب بقى صعوبات القراءه، صعوبات التعلم، بجانب لو تقدر تتعلم برضه اوكيوبيشنال ثيرابي اللي هو العلاج الوظيفي برضه ده هيفيدك. كل العلوم ديت اللي هو المهارات دي المرتبطه بالتخاطب يا ريت لو تقدر تتعلمها علشان تبقى ملم كويس بالطفل اللي قدامك وتعرف تخليه يتقدم. تمام، ديت رابع حاجه ممكن نوصي الناس بيها. خامس حاجه، لازم تبقى عندك قرايه كويسه او دراسه لعلم النفس. في فروع كتير بعلم النفس زي علم نفس الطفل، علم نفس النمو. تمام،
في فروع كتيره جدا علم النفس العام، علشان تقدر ان انت برضو تفهم الطفل اللي قصادك وتقدر تفهم ولي الامر. مهم جدا انك تفهم ولي الامر، تفهم دماغه عامله ازاي، لان التخاطب مش موضوع انك قاعد بتدي الجلسه خالص. كام اخصائيين تخاطب فنيين شاطرين، لكن في تعاملهم مع الناس زي الزفت، زي الزفت فعلا بمعنى الكلمه. فلازم تفهم في كفني كويس وكتعامل مع الناس كويس جدا، لان زي ما قلنا الموضوع مش موضوع انك راجل فني شاطر ولكن تعاملك مع الناس او تعاملك مع الاطفال تعامل سيء، فده هيدمر سمعتك ومش هيخليك تعمل يبقى ليك اسم في التخاطب او مش هيفيدك. لازم تبقى قاري في علم النفس كويس، تحضر محاضرات علم النفس، تشوف فيديوهات، اليوتيوب مليان. افهم في سيكولوجية الطفل، افهم في سيكولوجية الكبار، افهم في الامراض النفسية، لان كل ده هتشوفه وهيقابلك طول ما انت ماشي في سكة المهنة انك تبقى اخصائي تخاطب او تحترف المهنة دي. ديت رابع حاجة. ادي خامس حاجة. تمام؟ ثالث حاجة في المميزات اللي لازم يبقى او النصائح اللي لازم تكون بقولها لك عشان تبقى اخصائي تخاطب، ان انت تبقى عندك بعض المميزات الشخصية. زي ايه؟ اول حاجة انك تبقى صبور. لازم، لان المهنة دي مهنة صبر. مهنة صبر ومهنة بال طويل. تمام؟ لازم تصبر على الطفل وصبور على نفسك وصبور على ولي الامر. ان هو برضو معذور. فلازم انت يبقى بالك طويل جدا جدا جدا، وتقدر يبقى عندك تحكم انفعالي عالي، وكمان في المكان اللي انت شغال فيه، لانك في المجال اللي انت شغال فيه هتتعرض لضغوط كتيره. تمام؟ فلازم تبقى انت عندك كنترول عالي جدا على 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 نفسك وعلى اعصابك، علشان العصبيه في المهنه دي مش هتنفع خالص. تمام؟ وهتضر بيك. تاني حاجة لازم تبقى مطلع، يعني لازم تبقى لو في دورات جديدة، كورسات جديدة، كتب جديدة، لازم يبقى عندك ابديت على طول الحاجات اللي بتنزل كده، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، لازم تعرف ايه الجديد علشان تبقى تعرف تتعامل مع الطفل او تعرف تشتغل معاه او تعرف تشتغل مع الحالات باحدث اللي هو احدث العلوم الممكنة او احدث الوسائل الممكنة. تاني حاجة لازم تبقى انت مطلع ذات نفسك بشكل عام، يعني اطلاع عام، يعني ثقافة عامة. تمام؟ فدي بعض المميزات اللي يجب ان انت ايه تتحلى بيها عشان تبقى اخصائي كويس. ثامن حاجه يا ريت لو تقدر ان انت تكمل ماجستير ودكتوراه. ولو هتاخد مثلا او هتاخد دورات مثلا، خد الدورات بس خد معاها دبلومه. يعني عندك، احنا زي ما قلنا قبل كده، انت عندك دوره تخاطب عين شمس ودوره تخاطب السمع وكلام. يا ريت لو تقدر تاخد دبلومه يبقى افضل من الكورسات، كورسات التخاطب اللي هي بتاع بير السلم دي اللي احنا شايفينها في كل مكان. ده هيفيدك جدا. كل ما شهادتك عليت، كل ما قدرتك انك تشتغل في حته افضل، وكل لما كان كل لما كمان ما بقى سعرك اعلى، بقى سعرك اعلى. تمام؟ انا لو جالي واحد بكون بدورات غير لما يكون واحد ماجستير، غير لما يكون واحد دكتور، اكيد هاخد الدكتور او اكيد هاخد الماجستير. تمام؟ فحضرتك لازم يبقى عندك شهادات او يبقى معاك شهادات اعلى. تمام؟ دي ثامن حاجه. تاسع حاجه، انت عشان تبقى اخصائي تخاطب كويس لازم تبقى عندك تدوين، تدون كل حاجه. كل طفل يبقى له فايل او له كراسه او له كشكول بتكتب فيهم كل حاجه عن الطفل، المستوى ايه، الاختبار لو يعني تعمل له اختبار لغه، البرنامج اللي انت حضرتك بتشتغل بيه. تمام؟ وصلت لحد فين؟ ايه الشغل اللي انت اشتغلته معاه؟ طب الطفل دوت محتاج ننمي ايه عنده؟ الطفل دوت ايه المشاكل السلوكيه عنده؟ كل حاجه تخص الطفل او تخص الشغل بتاعك او البرنامج يا ريت يبقى مدون في الفايل او في الكشكول دوت، بحيث ان انت لو ما كملتش مع الطفل ده لاي سبب من الاسباب يجي اللي بعديك يكمل، ما يجيش ما يلاقيش اي حاجه. يعني احنا بنشوف مثلا اطفال تيجي تديهم جلسات وهم خدوا قبل كده جلسات لكن ما تلاقيش اي حاجه مكتوبه. طب الاخصائي اللي قبله دوت وصل لحد فين؟ انت مش عارف. طب هو عمل معاه ايه؟ انت مش عارف. هو ليه الامر برضه مش عارف. فعشان يبقى في تتابع وتطور مستمر لازم يبقى انت التدوين، تكتب الجلسات وتكتب حاله الطفل وتكتب التوصيات اللي انت بتوصي بيها اللي هيشتغل معاك من بعدك، او التوصيات اللي انت بتوصي بيها اولياء الامور. تمام؟ دي تاسع حاجه. عشر حاجه انا بوصي بيها زمايلنا، انت داخل مكان مؤتمن عليه او مستأمن عليه، سواء كانت المكان ده بيت او المكان دوت مركز.
ما ينفعش ابدا انك يعني تحصل زي خيانه كده. ان في ساعات اخصائيين والخيانه دي مظاهرها كتيره جدا. زي ايه مثلا؟ يعني بنشوف اخصائيين مثلا بيخش مركز يقوم ياخد الحالات بتاعه المركز ده لحسابه الخاص، وانا هتكلم بصراحه. ده طبعا عيب وما يصحش انك تخش مركز مستأمن عليه فتقوم تاخد الجلسات او تاخد الحالات ليك. تمام؟ ما ينفعش مثلا انك تبقى داخل بيت او داخل مركز وتقيم يعني تبقى ايه؟ يعني يبقى في مثلا اي استلطاف مع اولياء الامور. مش استلطاف، انا قصدي يعني مثلا طبعا كلام مفهوم، يعني تتكلم معهم كده كصديق او كاخ. ما انت ليك حدود، انت داخل بيت ليك حدود. تمام؟ بتتعامل مع اولياء الامور معظمهم سيدات، برضو ليك حدود معاهم، ما تخليش الموضوع يجري بيك. تمام؟ اتقي الله في الطفل، واتقي الله في ولي الامر، واتقي الله في الفلوس اللي بتاخدها. دي 10 نصايح، دي الجزء الاولاني. هنعمل ان شاء الله الجزء الثاني، وان شاء الله النصايح دي تكون مفيده لحضراتكم. يعني شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.